ضمانات من طرف الإدارة المواطن. سيد هذا شنو غنسميوه يعني؟ أنا كنسمي عاود هو النصب والاحتيال. دوختي هذيك القرار تمشى بحالو قدمتي السوق الله يعافيك. وهي اللي عملت على سد الأبواب قدامك، تكنتي لا قدر الله يعني بين الحين والآخر كنت يمكن في عدادي اللي قدر الله حالي قلت قبل تعسل أدخل لي الإمكانيات المادية ديالي ما تسمح ليش لا تسمح لي السيد الرئيس وانا أقول لك راه لما تزهق الروح في مكان ما بخطأ بشري اللي هو انتنا السيد الرئيس وأحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. شكرا سيد الرئيس، سيد مجلس السلطة، سادة والسيدات المستشارات المحترمات، سادة أطر جماعة الحضرية، الصحافة الكرام، أيها الحضور الكرام، فعلا أنا أريد تدخلا بوقت مستفيد السيد الرئيس لنوضح الرؤية أمام مواطنين مدينة طنجة الذين عاشوا استغراب مدة شهرين. المشهد السياسي كان متأزما مدينة طنجة وكل شيء كيعرف، وبالتالي خصنا نوضحوا الرؤية المواطنين. ماذا وقع سيد الرئيس؟ هذا هو السؤال اللي كانوا كيسألوه المواطنين، شنو وقع؟ علاش كانت ديك الأزمة السياسية؟ ما هو الانفراج بعد ذلك؟ إذن هي عدة أسئلة سيد الرئيس اللي خصها أجوبة باش نكونوا أننا في تفاعل مع المواطنين. اللي وقعوا بالحذافير ديال الكلام دون مزايدة باش نكونوا واضحين أن كانت إدراج تعديل جدول في ميزانية المشروع، في مشروع ميزانية الميزانية على أساس واحد الرسالة جات مع السيد الأول كاملين كنعرفوا هذا. هاد التعديلات ما دارتش في المكتب وفي اللجنة خرجوا بتقرير، تقرير كاملين المواطنين كيعرفوا أنهم أرماوا النقطة، ما بغاوش يقوموا بتعديلات. هذا هو سبب الأزمة. من بعد باش نبنيو على ديك الأزمة بدينا هادو لا صروان، هادو البلطاجة، مصطلحات سياسية لا تمت للأخلاق السياسية بصلة، باش نكون واضحين. شنو وقع من بعد؟ هذا هو السؤال، شنو وقع من بعد؟ أنا اللي شفت حسب تتبعي السياسة بمدينة طنجة هو مجيء رئيس الحكومة كما قلت السيد الرئيس، وبين قوسين الطبيب النفساني. السيد هذا وجه فعلا وتم بمعالجة يعني الأزمات النفسية اللي كانت عندكم، ونصحكم أنكم تهرولون نحو الطبق الرابع للولاية أجدى. هذا هو السؤال اللي يصوم طنجة ويعرفه، شنو الدافع؟ مشيتوا عند السيد الوالي وقمتوا بالتعديلات اللي طلبكم بها. إذا ما الجدوى من الأزمة اللي خلقناها؟ شنو الجدوى؟ علاش ظهور دولة زروال؟ ما دار والو. حسب علمي شبرت واحد 7 مليار وخلصتوا ديك الشركات، وهذاك هذا هو التعديل اللي كاصكم. لعبتوا على المداخل لأن قال لكم عدم صدقية المداخل، هذا الشيء كنتوا ديروه في الأول، وهذه هي الاقتراحات المعارضة اللي كانت. قلنا لكم جلسوا ونقوموا بتعديل بلا ما يكون لا ولاد زروال ولا كذا، ونمشيو ندعيو الناس وندعيو المواطنين وندخلوا في متاهات سياسيه، وتبقى تلاسونات واصطدامات في العالم الافتراضي، يعني في مشهد متأزم لا يليق بالاخلاق السياسيه مره اخرى، الى حدود اننا بدينا كنتهموا بعضيتنا كما جاء في بعض الصحف سيد الرئيس أن السغيلان حسب اللي جات هيدا واضحة تعتبر العدالة والتنمية بأنه مورط في ملفات الزي السري واضحة. دابا عاد هضرت مع السيد قال لي يا سيدي أنا اللي قالوا لي شكون واضحي بما أنك السيد الرئيس عندك ملفات على غيلان ديال الزي السري حسب جلدة باش غيلان يمشي للقضاء، وإلا عاد تكون مورط معايا تاتينا كتهزا معايا وهذا شيء آخر. إذا هذا موقف من الندالة بما كان.
وهذا منطق الهروب الى الامام. ما يمكنش تحل الازمات ديالك على غيرنا ولا واحد اخر، باش نكونوا واقعيين. وانا كنطالبك باش تبدل هذه الملفات السيد الرئيس، حنا عندنا جميع الحريه والاريحيه. لان انا اللي خلص لي له هو انكم ما زال يعشش في ادماغكم ديك العداوه او العداء الطلابي الجميع مع الاسف. ودابا غندخل سيد الرئيس. قلتي نتاسف، انا لا اطلب التاسف سيد الرئيس. يجب ان تعتذر، يجب ان تعتذر لولاد زروال، لان قلتي ولاد زروال هما السبب، والبلطجه هي السبب في تازم الاوضاع السياسيه والمشهد السياسي. قل له باش يكتب تاني. السنة الله يرضى عليكم، ياك غير قلتي خصنا نتكلموا بمستوى عالي، وهذا النائب ديالي وكيعاوني قال لي واش تحتاج لوراق شافني كان في التشهد، واش ما عندوش حق كان واش هما حتى هادي واش لو قال لك شنو فسالك شنو كذا كملنا غير شكرا سيد الرئيس كملنا غير شكرا جماعة مرة تقولوا الدكتور مرة تقولوا وحشو يلا غايلة تكلم شحال شحال هذا محسوب لك الوقت فيها كم قطعة ماشي الرئيس سيد الرئيس فين كنتوا هذه ثلاثة سنوات؟ وجدوا الملفات جبتوا الملفات راه ثلاث سنين دازت فيهم كنتوا ساكتين حتى دابا هذا هو الإشكال سيد الرئيس إذا بما انكم خلصتم الى قيام التعديلات اللي ذكرنا عليها علاش ساهمتوا في هذا التعزم سيد الرئيس؟ خصوصا دابا اللي جا في العرض ديالكم ونكون واضحين شوف قمه التناقض تحولتي من درجه من 90 180 درجه البارح والازمه والتراكمات وكذا دابا السي الحمد لله السي العثماني يثني على انجازات اللي في الجهه ديال طنجه الحسين وهذا مهم جدا انجازات كتكون شرعيه راه مهمه الحمد لله مع العلم اننا والمواطنين كيشوفوا عكس ذلك سيد الرئيس وعندي الى نقطه مهمه جدا ان الذي يستعمل الدين من اجل السياسه يرتكب اكبر غلط شكون واضحين والا يجب ان يكون هذا التبجح بالدين ينعكس على سلوكه وعلى فعله السياسي وانا عندي على السيد الرئيس فمن نقول سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لبطنه غريري او لا تغرغري لم يقل حتى ياكل زعيمنا وتجوع الامه بل قال العكس حتى يأكله صبيان المسلمين. الاخوة المواطنين الله يرضى عليكم، راه الشكرا ما كايناش. سيد الرئيس. ماشي في السينما هنايا، والله يهديك. وغير ما تستخدمش الدلباجة، دخل الموضوع ديال تسوى الشكرا. سأنبه هذا الطلب سيدي إلا أنني سأقول كذلك أن نفس الشخصية الدينية اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يسمونه بالفاروق لعدله قال والله لو عثرت دابة في الفرات لخفت أن يحاسبني الله لو لم أسول هالطريق بمعنى أن إذا كان يخاف من الله على تعثر دابة في الفرات تبعده بآلاف الكيلومترات سيد الرئيس فكيف بالمواطنين الذين يموتون في قنطرة موظف السيد الرئيس وهذه خطيرة جدا علاش ما عملناش السيد الرئيس قنطرة موظفين في جميع مناطق العبور السيد الرئيس
غتقول لي الامكانيات الماديه ديالي ما كتسمحليش. لا كتسمح لي السيد الرئيس، وانا نقول لك 4 مليون درهم اللي عملنا بها اصلاح الاداره السيد الرئيس كنعملوا بها ثلاثه قناطر السيد الرئيس، 150 مليون 200 مليون نعملوها باش نكونوا واضحين. ايوا الرئيس قلنا لنا تسيبك من ساعه وساعتين ولا صغر هذاك الموضوع. الله اللي عنده حق يوقفوا وين؟ الله يرضى عليكم، ما تردوش على بعض يكون بزاف ولا قليل، هو مسؤول على كلامه ما عنده حق حتى واحد يقطع عليا حقي نوقف ونقطع على انا ما كنسيرش. تفضل سيري. هو المشكل ماشي في هو المشكل ماشي في الارقام سيد الرئيس باش تكونوا المشكل هو في المعنى في المغزى. المغزى اللي يمكن نستخلصوه بالفكره اللي كنطرح، راه لما تزهق الروح في مكان ما بخطا بشري اللي هو انتنا السيد الرئيس وهو حامل المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى انه سيحاسبك على ازهاق روح ديك السيده ولا السيده بغيتي ولا كرهتي، راه مسؤوليه باش نكونوا واضحين. اذا الدين وإذا على الدين وعلى الحبال ديال الدين خصو ينعكس على الافعال ديالنا او شي ينهضروا. وفحال واحد السبقه في مما كذا السيد الرئيس دائما في الدين اللي دارس ديال المصالح ديال الليل مزيان، المصالح ديال الليل في اطار ترشيد الاستهلاك مزيان، ولكن ما دارش مع الجماعه الاراميه في الحدود في المطار مزيان هذه، واللي المصباح كيطيح 3500 درهم باش نزولوا حنا المصباح هذاك العادي ونديوها شي ناس بعادي والليد ديالنا. علاش؟ لان حنا كيفاش كنعرفوا كيفاش كنلعبوا ديك الجماعه ديال الاراميه الى اخره. هذا هو السؤال، هذا هو الدين. اذا ملي كنذكروا الدين خصنا نطبقوه، والا عنقول انا من منتوج مغربي ما كنتزايد حتى على واحد، كلنا مغاربه، جميع الاحزاب بحال اللي كنقولوا حنايا بحال الراس، مغربي مغربي ما يمشي تزايد عليا. وملي يجي السيد الرئيس وفي الطابوهات الاعلاميه ودائما في قنوات التواصل الاجتماعي والاقلام الى اخره اللي كتكتب انكم تعملون على ترشيدنا فقط الى اخره، السيد الرئيس مش ترشيدنا فقط، وانا كنشوف ان السي محجور من بريحه المغالطه دائما كيرتكب كاينه كل ميزانيه ديال المقاطعه عن الميزانية ديال المقاطعة ديال الجماعة، هو كيجمع لنا كل شيء بحال اللي كنا في السابق. لا، أنا كل واحد كيعمل الطوموبيلات ديالو، كل واحد كاين اللي ما كيعرفش يصوم، عاطيها بنت وشي عاطيها الراجل ديالها، نكونوا واضحين، شنو خصنا نقولوا؟ فين هو ترشيد النفقات؟ كيفاش شينا ما كتخافش من الله؟ تقول لي واحد الطوموبيل، في أبسط الأشياء، لو احنا مديني احنا مسلمين. عمر بن عبد العزيز كامل كتعرفوا هاد القصه، انا اللي واحد يعني الحمد لله الدين مزيان شكون واضحين شكون مش ماشي انتوما اللي كتعرفوا في الدين. عمر بن عبد العزيز كامل كنعرفوا هاد القصه، ملي جا السفير عنده دوله اخرى شعل واحد اللمبه ديالو بدا كيتذكر معاه في شؤون المسلمين، ملي بدا كيتذكر معاه في شؤونه الخاصه قال له هدا وقف، قال له هدا بلاتي شعل في نار اخرى اترى سلوكا واخر، قالوا هذاك الرجال ديال البيت مال المسلمين، ملي تحدثني على راسي هذا من مالي الخاص. اش ساري انا بالطوموبيل تقول لي ترشيد النفقات؟ وهنا واحد السيد معاكم سيد الرئيس في جماعات اخرى كيعمل عير رئيس اللجنه وعنده طوموبيل كيمشي مره في الشهر الدوطاسيون ديالها زائد كرات ديك الطوموبيل واحد 4000 5000 درهم. هذه سيت ان بوست بيجيت، هذا يخدمنا واحد الانسان واحد موظف مغربي الله تيخدموا لنا باش يمشي هو يمشي للجامعه واحد المره في الشهر وكيتسارى وتا هما بوليداته 24 ساعه على 24 ساعه. الا تظن بانك تاكل الحرام؟ هذا هو منطق الدين باش نكون واضح، هيدا خصنا نتعاملوا نكونوا كنذكروا على الدين. سيد الرئيس دائما كنتم وجئتم من كدعاة من أجل الصالح العام
فاستبشر المواطنين خيرا، وكأن عهد الخلافة على منهاج النبوة قد أتى. سيد الرئيس، هاد الصالح العام اللي كنذكرو غندقو فيه شوية، جات واحد الصفقة أنا أسميها صفقة القرن، اللي هي الصفقة مع أمانديس. باش يعرف كلو، يعرف حتى المواطنين كامل يعرف، أن السي محجور الله يجازيه بخير خرجني من اللجنة، قال لي أجي السي محجور، السي غينا فين باغي توصل هادشي؟ عرفتي أنا شكون من زروان مولا زروان اللي قال له؟ لأن زروان هو اللي كيوزع المهام. شكون اللي قال له مثلا يضرب المصلحة العامة من أجل شركة؟ وديك الشركة هي قيد في عنق كل مواطن، باش نكونوا واضحين، حنا ما بغيناش ديك الشركة، بغينا نسالوا معاها على أساس أنها تتخلص كل شيء وإعادة والمراجعة من أجل مراجعة على الدروات. دابا المواطنين يكتوون من الشركة، يقولنا السي محجور شكون اللي دفعوا أنه يتنازل على خدمة الصالح العام وبأي مقابل؟ أنا ما كاينش شي حاجة هيدا الواضح، علاش؟ تمويل كبير، إلا ماشي سهل، مع العلم وأنا أعلم والكل يعلم أننا كنا في ديك اللجنة كاملين وبأعضائكم كانوا مقتنعين كل القناعة على أن هناك لا يمكن بتاتا أننا نجد العقد مع الشركة، بناء على عدة معطيات يمكن نجلسوا بالذكر. إذا باش تضحي راه ماشي هيدا اعتبار. سيد الرئيس، ونزيد أن لا يمكن أن نعيش على عدم الواقع يا سيد الرئيس. جيتي دابا عاد أرسلتي لي رسائل مشفرة وقلتي لي أن واحد عضو هنايا قلنا بأننا نحن كنصغوا ونحتالوا على المواطنين. مع كامل الأسف سيد الرئيس، وأنا أخجل بأن الموظفين ديالك ما كيشرحوا لكش القانون. دابو ساعة كتشكر فيهم ولكن راه ما كيشرحوا لكش، وأنا أقول لك علاش. أنا لما قلت بأنكم تنصبون على المواطن وتأكلون أموالهم باطلة، علاش؟ أنا قلت الاستخلاص ديال بي إم بي في غياب تصميم تهيئة، الاستخلاص من بقع خارج المدار الحضاري، وهذه ملفات حصلت وكاينة. لا يعقل أنك تستخلص ضريبة الأراضي العارية أي هي التي إم بي في واحد الأرض ما كاينش الضابط التعمير اللي كيضبطها. كيفاش غتعمل عملية استخلاص سيد الرئيس؟ كيفاش غتعمل؟ سلمنا بأنك غتكون تستخلص، أنا سيدي هاد الطرف الأرض ديالي في زاوية طرف الأرض، أولا هو في عيدان البقع اللي خاضعة للدراسة، أولا سيتي زون استراتيجي، علاش؟ هذا هو اللي قلت أنا، ما قلتلكش علاش غتستخلص، أما ما خصكش تستخلص باش نكونوا واقعيين، وهذا هو المشكل اللي عندكم. هو الوعاء الجبائي ما وسعتوش فيه، وقلنا لكم حنايا ما كاين حتى مشكل ان نعيش ركونا وكاملين الاخوه، كل شيء عنده شي حاجه يدري ليها، ونساعدكم فيما يخص الميزانيه، ولكن انتم ركبتوا الحيط. علاش؟ وهنا غنجي السيد الرئيس غننصحك سيد الرئيس، فعلا ان اللي كيسير ما يمكنش يعرف كل شيء، ولكن خصو يعمل شي صحبه ناصحه. ما يعملش شي صحبة اللي عندين الهاوية السيد الرئيس، جيكون واضح، خاصها تكون صحبة ناصحة، الناس تعمل على النصح ديالك السيد الرئيس، وهي اللي عملت على سد الأبواب قدامك، حتى كنتي لا قدر الله يعني بين الحين والآخر، كنتي كنت في عدادي ديك الدلاعة اللي قلت لك وليتي غتفرقع. ثانيا السيد الرئيس، أنا ما يمكنليش يشوف وأنا كنعرق دابا في هاد القاعة، نجيو دائما هاد السيد هذا كيجي يغوت علينا، علاش؟ هاد السيد اللي كيقول
انك سيد رئيس هما اللي عملتو على حجم السوق بقراركم، ثم اللي عطيتوه قرار الاستفادة وكيجي يوريها لنا. وشنو باقي خصو هاد السيد؟ خصو يدي الحامل ديالو، والا ما كاينش ضمانات سيد الرئيس، ما كاينش ضمانات من طرف الاداره للمواطن. سيد هذا شنو غنسميوه يعني؟ انا كنسميه عاوتاني هو النصب والاحتيال. دوختي هذيك القرار تمشي بحالو، هاد دمتي السوق الله يعاون، بدون ايجاد الحلول. سيد الرئيس، نجيو التشجيع ديال والدفع، لان هنا عملتي على الثناء على جوج الملفات، الميزانيه والتعمير. قلنا بان عدد الرخص هو مزيان، الطلبات مزيانين وكذا، وبان هي ازمه عالميه تنعكس على المغرب لانه جزء من المنظومه العالميه. واخا صراحه علاش ما كينزلوش الناس الرخص سيد الرئيس؟ لان تا واحد دوك تبيع شريطة عارفة، ما يمكنش دابا شريطة في أرض طنجة وتنزل طلب الرخصة، لأن لي كريتير اللي كاينة في الضابطة التعمير ما يمكنش، ماشي افونتاج، ما عاد تفيدك والو، ما عاد تربح والو. هذا ثانية، وإذا عملتي بني بالطريقة ديالك اللي عاد خرجت ما كاينش تسوية الوضعية، وعنجيونا تسوية الوضعية. استبشرنا خيرا السيد الرئيس تسوية الوضعية مزيان، انها غتكون محفز على تعديل بعض الملفات اللي غتنعيش الميزانيه ديال مدينه طنجه. ولكن السيد الرئيس، حسب علمي ان ملفات دازت جميع اللجان ورفضتي انك توقع عليها، يمكن تنصحنا وتوضحنا علاش؟ ستنصحنا السيد الرئيس وتوضح ساكنه مدينه طنجه، لان هي ملفات استثمار، هي ملفات استثمار، وما يمكنناش ان نضربوا الاستثمار، لان السيد الرئيس هما ماشيين بهاد المدينه وبهاد الدوله الى الهويه. كلشي بدا كيمشي بحالو اسبانيا، كلشي كيمشي تدفع له راه دابا اسبانيا، كلشي كيهرب الاموال ديالو، لان فقدوا الثقه. هما شكون اللي عيبقى؟ انا نبقى انا وياك السي بشير، وانا نهضروا نيشان، نبقاو خدم بعضيتنا انا وياك. ونقول لك علاش كنهضر بيه، علاش؟ ملف جالس في الوكالة، جالس في الولاية، المهندس ديال الجامعة عسنا شنو باقي؟ باقي الرأس، وخصك السن، وإلا ولا ما سميتيش شنو عنقول أنا؟ نشوف. لا ماشي هتشوفني أنا ماشي هتشوفني أنا ديك الساعة الله يرضى عليك أموتي والله، أنت اللي كتأسف. هاد ملفات سيد الرئيس. سيد الرئيس هذا واحد، هذو راه ثلاثة ملفات سيد الرئيس، واحد عيادة طبية كلينيك، وجود المشاريع في التعمير مزيان، إيه تا مشكل سيد الرئيس، أنا أتساءل، هو من حقي لأن أش قلت لأن هذا هو داخل، هذا استثمار، ضخ أموال في المالية المدينة مهم. اللي كنعرف على السيد الرئيس هو هذا انه وقفوا عندك، علاش؟ ربما على حسب اللي سمعت قلتي اما نقوز كل شيء اما ما نقوزش هذا، وهنا اخطر يعني العذر الذي هو اكبر من الزلم. علاش؟ لانك تبين بان كاين شي زروال كبير كيوقف كيدي كيزيد، وهذا ماشي في الصالح ديالنا ولا في صالح المدينه. خصوصا كاين ملف اخر السيد الرئيس اللي هو واحد مستثمر من مدينه طنجه، واللي كان كيعطف عليكم في يوم من الايام، وترفض له الملف ديالو لانه بدل قناعته وذهب الى تجاره معينه. علاش؟ انا كنعرف هذا الملف راه فيه 25 مليار ميزانيه الاستثمار، وهي مهمه جدا
لان هذا الملف هذا يمشي صدقت هي في الماليه ديال المدينه، خصوصا ان هذا الملف هذا خصوصا هذا المستثمر الحمد لله راه البارح هو كاين شي ملفات ديالو اللي جازوا بمرافعات قويه جدا. شنو اللي تبدل؟ علاش تبدل هو القناعه ديالو؟ هذه صعيبه. اذا كان لي كريتير هما هادو اما معانا واما مع هل يقلبوش مع الارهاب غيكون كلام اخر. وغنرجع السيد الرئيس، اذا هاد الملفات هادو ما خصهمش يكون فيهم هذا النوع ديال التعامل اللي هو انتقائي، واللي خصنا نعملو السيد الرئيس ومهم جدا متحاولوش تضربوا الاستثمار السيد الرئيس، ما تحاولوش تنفروا الناس اللي عندهم هاد المدينه السيد الرئيس. الاسلام وقف بالناس اللي عندهم الفلوس، اللي حنا كل نهار كنجيو هنايا من اين لك هذا وديتي سينا دع البارح جينا بالعشوائي علاش يعني كنشوفكم كتشمئزوا من العشوائي. فين كاين مشكل العشوائي؟ انا خلاص في العشوائي، السيد الرئيس هنا في العشوائي، والمعظم ديالنا هنا في العشوائي، السي الصمادي في الشيبه في العشوائي، والسي خيته في العشوائي، والحمد لله فين كاين المشكل؟ ما فرقش الارهاب بحال اللي جاب ديك المعقل، راه فرقنا حنايا من الناس الطيبين الحمد لله وكاملين انتم وجوه طيبه. شكاين هذا العشوائي اللي تحول محطة شميئزاز؟ وأن جميع عباقرة العالم خرجوا من ديك العشوائي، لأن النهار الآباء ديالنا ولدوا من الجبال بحال اللي قال السي الصمادي، لأن ولد فلاح حنا كاملين ولد فلاح، كاملين ما كان عندهم مساكن فين يجيو جاو يديو شي بقعة اللي يمكن تكون في المتناول ديالهم، فين كاين مشكل؟ علاش غنحطوا محطة استخفاف؟ وعلاش هذا المشكل اللي عندنا حنايا مع الناس اللي عندها الفلوس؟ علاش؟ هذا حقد اجتماعي بغيتو تركبوه في العقول تاع المواطنين الله يحفظ. فلان البارح هو ما عنده والو، اليوم شفر، كلشي شفر. علاش هذا؟ اذا انتم كتضربوا بان الله سبحانه، اتحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ هذه المشكل. اجي نتحاسبوا. عندك ملفات جبدوا. بغيتي ما يجيب الفلوس، غير العمال هو مشى عندك شنو يقولوا له؟ عملنا تما المداخل اللي عندنا كامله نزلناها ملي كنا كنسيرو، صرحنا بالمداخل شنو كاين المشكل؟ غادي نتحاسب. خلي البارح كان بالموتور اليوم بتاع صافي، هذا اللي بان لكم الدوره كامله بان غايل المجزي وكيف ماشي بالموتور البارح. انا جي ناقشني، انا جي ناقشني يقول لي شفرت يا السي غايل، اديتي الصفقه فلان فلان يا السي غايل، سنيتي على هذه ماشي مزيانه السي غايل، اديتي البقعه فلان فلان يا السي غايل، ديتي الطوموبيل سابتي من الناس غايلات، هذه هي المحاسبة. حاسبني عليا أنا في اللي كيجمعني معاه هو تسيير الشأن المحلي. ملي يدخل في المسائل خاوية هذا شو استخفاف بالفاعل السياسي، وهادشي هذا اللي كنستغربوه هو أنه مستجد. ما خصوش يقول. علاش غايجي على يدخل؟ راه دابا ديما كتقول أسي البشر، اليوم تينا كنستنى غدا ما تبقاش، فين كاين المشكل؟ غادي يجي واحد اخر فين كاين المشكل؟ واي شاب واي شابه عندها طموح تفضل الله يجيب لنا التيسير، فين كاين المشكل؟ انا ما خلاهاش الوالد ديالي، صافي شنو ديالك؟ هو اللي كتعرق عليه بحال هكا، هو ديالك شي حاجه اخرى والله ما ديالك وكتاكل حق. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا سيدي المستشار.